12 يعني 1 2 3 و 4 لكن 4 زوجتي خاطرنا الاثنين وانت ايش رايك؟ ها؟ لا خاطر بيبرتين؟ لا 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 بسم الله عادل سعيد عمار رئيس فريق تطعيم ضد فيروس كورونا بلدية شحات. بدأت حملة التطعيم يوم أمس 21/4 في البلدية في جميع فروعها قرنادو وشحات والفيدية وسوسة. التطعيم كان التطعيم الذي تم إعطاؤه الأسترازينك السن ما فوق 70 سنة. عدد الذين تم تطعيمهم 130 مواطن حسب المستهدفين من المنظومة الخاصة بالمركز الوطني. في نهاية هذا اللقاء نحث الناس على ضرورة التسجيل الجميع كل ما فوق سن 18 وذلك لإعطائهم فرصة في التطعيم، ونسأل الله العافية والصحة للجميع. وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.